ألمانيا ستفديج القانون الجديد على حساب كورونا دميتي دفعران. القانون يتطبق السنة السبت 24 أبريل 2021 لبرلين. القانون نوانيتان يعني تقوزي أخو ليمانا من يكمل ما حندو التريحة تعني جريح شتن كورونا دموشان ماني توسع. القانون نومي قان الفرنات الطوارئ نغمة كابح الطوارئ تجنت أخمي طوض العدد مهراش كورونا غامية ذي مكورر في نيوذان ذي سيمانا ومنيان ذي يريم كور ثرتيان ونان بلي الإجراءات الثنان ذي سنتب اللي عن تدرين توسنا المراكز الثقافية ذو زيا خو خلط جاري وذان ذي العرف زي عشران جيرث الخمسان الصبح ويبو ذار ذي سكويلات تفت جنت الدروس زي راقواج مرايي وض العدد مهراش ذي سنتيجان ذي الجويتا 165 الحالات للالتزام القواعد من النظافة بالنسبة لصحاب التجارة ذو باللعي حماسان. القانون واني تاخذي وفق البرلمان وليمان سيمانا يعدون وينايا الرئيس للاتحاد العام من الضبيب نضق ليمان ديرك هاينريك باللي زقامي ذا بكونا وثماني ورديج الحالة وباللي القانونان فرانات الطوارئ نيغ مكابح الطوارئ هذي كير خدمة الناس ناجين بالغربي ريف أونلاين تي في.